دلوقتي يا جماعة، زي ما عودناكم قناة ام كي اس دي بتعرض حاجات جميلة ولطيفة. النهاردة هو جايبين لنا حاجة انا نفسي مش عارفها، فيقدمها لنا ام. ايه ده ام؟ ده يا جماعة بيسمى رق الطبل، ده بيتحط على الطبلة من فوق او الدرامز من فوق عشان يطلع الصوت، ده اللي بنضرب عليه فبيطلع صوت. ودي ماركة مشهورة جدا اسمها بريمير، وزي ما احنا شايفين ميد ان انجلاند، يعني صنع في انجلترا، يعني دي ماركة حلوة جدا واللي عايز يشتري طبلة. ودي دلوقتي تعمل لها في السوق تقريبا حوالي 30 جنيه تقريبا، يعني لان احنا مش متأكدين من السعر الحالي وعشان هي قديمة جدا. دلوقتي هنشوف شكلها ايه من جوه. شكلها عامل كده، وبيجي معاها كمان حاجة زي ضمان تكتب فيه الاسم والبلد والحاجات علشان تاخد ضمان، اهو شايفينه دلوقتي اهو. في بقى واحد بيبقى يا اما ناشف واحد طري عشان على حسب الصوت اللي انت عايزه يطلع. ده بقى بيتحط على الطبلة كده ويطبل. ماشي، شكرا يا ام. دلوقتي احنا عرفنا ايه اللي كان جايبه لنا. ماشي، شكرا لمتابعتكم وان انتوا تابعتونا واتفرجتوا علينا. ولو سمحتوا اكتبوا لنا انتوا عايزين تشوفوا في الكومنتات ونوعيتكم ان احنا هنحاول نجيبه لكم. شكرا.